بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الصلاة والصيام والقيام. نسأل الله عز وجل أن يثبت الأجر وأن يثبت الثواب وأن يوفقنا لصيام هذه الأيام المباركات ولقيام ليالي رمضان المعظم. آمين آمين. رمضان والذكر. قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ربنا عز وجل يأمرنا في أي القرآن لكي نكون من الذاكرين كثيرا لله عز وجل، ووعدنا ووعده الحق قائلا: فاذكروني أذكركم. ويني بغا نتيدي مكثي ربي نتسى غادي يفذر ربي نتسى غادي يذكر ربي. وربي سبحانه إمي غدينا إلى قاس ذكر ربي أطاس ذكرا كثيرا. يريد أن تكون صلتنا بالله وثيقة دائمة، إذا ذكرناه يذكرنا عنده وفي الملأ الأعلى. والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان، هذا هو تعريف الذكر. الذكر تخلص من الغفلة والنسيان. قال ربنا عز وجل عن الغفلة كما في سورة الأعراف في الآية 205: ولا تكن من الغافلين. ربنا لم يقل لنا ولا تكن من الناسين، لأن النسيان خاصية من خصائص الإنسان، الإنسان ينسى، ولكن الغفلة قد تؤدي بصاحبه إلى الهلاك. ممكن الإنسان طول حياته ما يصليش وما يزكيش وما يتصدقش وما يصومش، ليس لأنه نسي ولكنه غافل، لأن الغفلة تدوم. أما النسيان إذا نسي الإنسان يتذكر إذا وجد مذكر. لذلك ربنا عز وجل حينما وصل إلى أمر النسيان ماذا قال كما في سورة الكهف الآية 24؟ قال: واذكر ربك إذا نسيت. ولكن في سورة الأعراف 205 ربي قال: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين. والذي تخلص من الغفلة ومن النسيان هو الذاكر لله حقا. والذكر أنواع، من هذه الأنواع كأن يذكر الإنسان الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. مثلا يذكر الحي القيوم. الحي الله عز وجل حي لا يموت أبدا، القيوم أن يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره. ولكن نحن البشر نحن أحياء، ولكن حياتنا مؤقتة، ومآلنا الزوال ومآلنا الموت، ولكل أجل كتاب. والإنسان لا يقوم بنفسه فإنه يحتاج إلى الله. نقوم بالهواء والهواء من الله، نقوم بالماء وبالغذاء، ومقومات الحياة في يد الله عز وجل. نكون يثمثن في يثمثين ونزميران يذير مبلغ ما إلا يعاون ربي سبحانه. ربي سبحانه حي ولم يكن أحيا، ولكن ربي سبحانه الفذي الدر حي لا يموت، ولكن كن حياتنا مؤقتة. أكين الفلان يتسيذير أدياس وسكين يموت، الموت يوث سبا ماشي يوث. ذا قيوم المعنى يسون زميران يذير سوى ما ربي سبحانه يفكي غد مقومات الحياة. أما ذي الهوى يعني سيرين يذير، أما ذمن الماء، أما ذي الغذاء ذي القوث، أما يكوين حواج بشين يذير. لذلك نذكر الله عز وجل بهذا النوع من أنواع الذكر اللي هو ذكر الأسماء والصفات. النوع الثاني هو ذكر الأوامر والنواهي، يعني حينما نأتمر بأمر الله فقد ذكرناه، وحينما ننتهي عما نهانا عنه الله فقد ذكرنا الله. يعني الأوامر والنواهي ما إلا إني غدي النار بيخدم تنخدميت أقلا نذكريث، ما إنا يغيد الجثيون لامر يوثن تغوسا أين ونغن الهيارة إنك جثت بعد الفلس من بعد الفلس. أقلا نذكر ربي سبحانه. يلا النوع ثلاثة
اسميس ذكر النعم والآلاء أو ذكر النعماء والآلاء. ربنا أمرنا في أي القرآن قائلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حينما نذكر نعم الله عز وجل بأنواعها، وهناك نوعان كبيران، نعم نفع ونعم دفع. نعم نفع هي النعم التي نلاحظها نبصرها نلمسها، مثلا نعمة الهواء، نعمة الماء، نعمة الغذاء، نعمة الكساء، ونعمة الإسلام، ونعمة الصيام، ونعمة الدعاء، ونعمة الذكر. هذه النعم لا تعد ولا تحصى، نعمة الصحة، نعمة كل النعم. وربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا ذكرنا هذه النعم فقد ذكرنا الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو المنعم صاحب النعم جل جلاله. أما كن زمرن في ربي سبحانه سنعم إذا غدي يفكع نعم سيدي ربي أطاسون زميان تنحصو لن تنعم دفعين. أما كدنا أما تزمر ثم ذي الصحة أما ذي يمكن غدي يفكع ربي سبحانه أما ذي نعمة الهواء أما ذي نعمة البامان أما الكوث نعمة ربي سبحانه لا نحصيها عددا. والنعمة ثم قرنت يكون نعمة الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ونعم دفع هذا النوع الثاني من النعم، هي النعم التي قدرها الله عز وجل وهي تتمثل في دفعه للمصائب. فهناك مصائب أبعدها الله عنا ونحن لا ندركها، وهذه نعم عظيمة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذاكرين لهذه النعم، ليذكرنا الله عز وجل عنده وفي ملئه الأعلى. تقبل الله صيامكم وقيامكم، آمين، والحمد لله رب العالمين.